اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، اجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير، عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل اهو، طبعت حبيبه وشايل الهم والعك كله على دماغي، ومحدش شايل فيا. وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهريه بتاعتك. هات هات هات، ده انت بجم يا ساتر. معلش يا ابني يا حبيبي، معلش، ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره بلمف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ هتفضل طول عمرك كده؟ ايش حال ما كنت انت الكبير وهو الصغير؟ هتفضل طول عمرك نيرك من نيره؟ لا، ما انا ما بكرتش على قفايا وما اتكلفتش بكلمتين كده في التليفون. ازيك يا منير؟ عامل ايه يا منير وطمنا عليك؟ لا حبيبي، وطول النهار قاعد حاطط ايده في الساعه، وجي لاخر الشهر عاوز المعلوم، عاد الشهريه وهو بيقبض من جيبك. الله، ده مالي مالي وانا حر فيه؟ انا لسه ما موتش، انت عاوز تورثني بالحياه. بعد شر عليك يابا، معلش انا متعصب، بس زحمه الشغل وضغط الشغل عليا هو اللي خلاني بقيت البقين دول. يا كداية، دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك، ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس، بحبك. ميرسي يا زوز. اتفضل يا سيدي. يا ديال، معوز تعجل اياك يا ولد ابوي. هو اللي عمله ابوك ده يخلي فيا عجل؟ في حد دلوقتي يتجوز عروسه ما شافهاش هي؟ من ميتها واحنا بنشوفه، من ميتها ابوك طول عمره هو اللي بيشوف لنا واحنا بنمشي وراه مغميين. بس دي جواز مش بيعه وشروه يا جابر. وهدان. اطمن يا دياب، اطمن، ابوك ما حينجلكش حاجة عيفش واصل. وبعدين يعني هي دي آخر جوازة، وبعمل زي اتجوز أربعة والثلاثة التانيين بختارهم انت على هواك. يا أخي أنا مفهمش ليه أبويا مصمم على الجوازة دي بالذات، دماغي حتشت. أفهمك، حكمة دي من عيلة الطراشنة، عمها يبقى صادق بيه الطراشني نايب دايرتنا، ليه مصانع كتير قوي عندنا وكلها في مصلحة شغلنا. والمثل بيقول اللي ملوش نايب يشتري له نايب. ايوه، والنسب بيحمي المصالح ويقويها. قول كده بتبيعوني عشان المصلحة وعاملين دياب قنطرة تعدوا عليه؟ المصلحة واحدة يا ولد ابوي، المصلحة واحدة. باي باي بقى يا دودي، هشوفك تاني امتى؟ خلاص كده قفلت، من النهاردة ما هتشوفوش تاني واصل. ليه بس كده؟ اصله هيتجوز بعد الشر عنك. ايه ده؟ الموضوع بجد بقى؟ محدش ضامن، خلينا على تليفون. طاهر، امرك يا سيد الناس. خد منيها المفتاح. شايلاه فين؟ شايلاه. خد المفتاح اهو. بسرعه كده. طب بقول لك ايه؟ لو احتجت المنامي انا مفتاحي موجود. انت بتعمل ايه يا اكل ناسك انت؟ ولا حاجه. يعني هي جت علي؟ ما مكفهوش اللي عمله فينا؟ كمان عاوزنا نتجوز على كيفه؟ استهدي بالله يا بنيتي وتجوزي دياب؟
على الاقل هيبقى ظهرك وسندك ويعرف يجيب لك حقك من ورث ابوكي اللي خدوا عمك وحطه في جيبه. انا موافقه بس عشان يتجيب لنا حقنا. وانا من ناحيتي مش ههملك واصل، وجوزك ده هيكون يد بيده وفي مقام اخويا الكبير. وادي الكرافات يا ست سلمى، وحمرة علشان ايه؟ بتعملي لناش فيلم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا ابني. ويخليك لينا يا ماما، انت اللي زي القمر، ايه الدلع ده؟ ايوه طبعا دلع ونص كمان. تعرف يا حسام، انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك، واخد هيبته كده وطلته. اه والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه، ما يبقاش شكل بس يا ماما. ومين قال انك مش زيه في اخلاقه؟ ده انت تربيت ايدي يا واد. ما هي المصيبه ان انا تربيت ايدك يا ماما. مصيبه ان انا ربيتك يا واد. اه لانك ربيتينا صح قوي في زمن ما فيهوش الا غلط، كله شياطين بعد عني، كله شياطين. لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه. طب ده يمشي مع شياطين الجن، هنعمل ايه بقى في شياطين الانس اللي كل شويه توسوس لك لما الواحد يروح في داهيه؟ ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم ونعم بالله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب. امين يا رب العالمين. والله لسه بسيرتك، لسه بسيرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. اه وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت امتى نقيب من الوادي الجديد؟ من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر، لو ما حضرتوش هتضحك، وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعدت في ريفيزك 20 يوم. الا قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شاهين ده وساهر؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططونا وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كام مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام يا ماما، تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكم على القاعه. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبك شاهين؟ وانت مالك ومال صاحبك شاهين؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره يا عم انت وماما والعرسان. تزنقهم في العربيه الصغيره؟ أوه. انت ناسي يا ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي؟ وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخوها، ما هيتنقي ليه ياخد العروسه؟ العروسه يا ابني انا هروح اجيبها من عند الكوافير، وبعدين كنا هنجيلكوا هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربيه الصغيره. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما انا موجود، هتركب صحبات اختك في تاكسي وتشحططهم وانا هاخدهم وامشي. انت تسكت خالص خالص يا حسام، ما يصحش. البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي؟ اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع، اخد البنات امر الله. اوعى اوعى يا حسام تعالى هنا اهو. لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز جواز ايه ونيلة ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه؟ كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديك بوظت يا ابني. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ اه. وانا هخش دنيا عشان اخرج منها، انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. لا لا علي العظيم. ايه ده بقى ان شاء الله؟ لسه ما جهزتيش؟ اجهز ايه بس يا معتز؟ الفستان ده غالي قوي، جبته ليه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي. لا بتكلم جد يا معتز، انت مرتبك مكفينا بالعافيه، لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكره. اطمني يا ستي، جبته بمكافاه اخدتها من الشغل، ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافاه من الشغل بدل ما نحطها في اقساط الشقه بتجيب لي بيها فستان يا معتز، حرام عليك. هو احنا جينا في شهر واتزنقنا؟ ما احنا ربنا استنا معانا والحمد لله. خلاص ما تزعلش. وبعدين انا ما يرضنيش ان مراتي حبيبتي تروح فرح زي ده الا فستان جديد. ربنا يخليك لاقي يا موز. يلا بقى الفرح يفوتنا ولا نقعد؟ بطل بقى، يلا روح البس ساعة ونكون جاهزة. بص قدامك يا محمد يا ابني، بص قدامك لهنعمل حادثة كده، انت تبص عليهم ليه؟ عارفة يا ماما ابنك حسام ده مبخت من يوم. انت هتقولي ده اخويا وانا عارفاه كويس؟ طبعا محظوظ، مش خاطب اختي. وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محظوظه عشان مخطوباله؟ خلاص خلاص ريحوا نفسكم، هما الاثنين محظوظين. وانت يا سلمى بعد اللي سمعتيه من انسه جيهان عايزه تكملي؟ كملي، مش عايزه كل شيء اسمه نصيبه بنت الناس. كتر خيرك يا جيهان. يا حسام يا ابن المحظوظه. يا ولا بص قدامك هنعمل حادثه. اه محظوظه محظوظه محظوظه، شكلك اخر مره هتشوفها. يلا يا رزل. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.